الموت. قال الإمام العسكري عليه السلام: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطى خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه.